يجير الجميع إن شاء الله من شرور كل هذه الحوادث يا رب العالمين. اليوم لفت انتباهي عمود ناصر الظاهري كاتب عن الرادارات، يرحب بالرادارات الجديدة 15 رادار اللي في أبوظبي، ويتكلم عن الرادارات بشكل عام كيف كانن وكيف أصبحن اليوم، عن جمال الرادارات. حتى الرادارات سوون تجميل، أكيد ودوهن الصالون سووا لهم بديكير ومانيكير، ولا الله باسمه ودوهن صدق. حتى الرادارات تغيرن صدق، أول الرادار يلوي كبدك، صندوق خشبي أسود شي تلوي كبدك من الحين. رادار استوى الحين، استوى ليه والرادار ناقص يغمز لك وانت طايف، بس هي المفروض يسوي العين بدل الفلاش، عين تغمز يوم يصورك من حالاته. في البداية يقول لك نرحب ترحيب نغرم عليه، يقول ناصر الظهري، يقول في البداية نرحب ولو كنا متأخرين بانضمام 15 رادارا جديدا لفريق الشرطة في أبوظبي الزاخر بنجوم من الرادارات، لكن هذا الترحيب واجب ولو كنا سندفع عليه من كيسنا. والناظر اليوم لهذه الكوكبة من الرادارات الجديدة يقول والتي تشبه مطربي الفيديو كليب، نراهم يلمعون ولا نسمع صوتا ولا نعرف أسماء، لكنهم يكسبون أموالا مؤلفة تماما كالرادارات التي تزين المكان بتلك الهيئة الجميلة والناعمة، وعليه تشعر بالأسى وكثيرا من الحزن تجاه الرادارات القديمة التي تشبه درامات البلدية، بذلك الرأس الصندوقي المتخشب والمحفورة في عينين كرسوم سفونج بوب، ولا بد أن نواسيها من الآن لأنها عرضة للتكهين والتبديل بعد أن قضت عمرها الطويل تكد على الشرطة وتجبي لها الأموال، وتعرضت طوال حياتها إلى الرمي بالرصاص والصحب بالسناقل والحرق من قبل بعض الناس الذين لم يستطيعوا كظم غيظهم تجاه تلك الرؤوس المعدنية التي تلامض بعيونها. الرادارات الجديدة يمكننا أن نسامحها في بداية مشوارها المالي وجني الأرباح نظرا لتلك النظافة واللمعة الجميلة والتي تواكب العصر وموديلات السيارات الجديدة والذكية، حتى أنها من زود جمالها. يقول ولو وضعوا قدام باب بيتك رادارا من تلك النوعية الجديدة ما زعلت عليهم، أقلها أحسن من صناديق القمامة السوداء الشاحبة وهي مصطفى عند باب الفلل، تقول مرتزقة من أفريقيا. الرادار الجديد تقول جزء من أصباح الشارع ويتناسب وتخطيط المدينة، ويمكن أن نضيف أنه صديق للبيئة عدو للمتهورين. ومن الآن نقول للذين ينوون أن يسحبوا تلك الرادارات بسلاسل آخر ليل تراها موثقة وساسة في الأرض قامتين، يقول لك أو قامتان، وإذا لم تصدقوا ولم تقتنعوا فروحوا اجلعوا. يقول لك ميزة هذه الرادارات أنها ليست مثل تلك القديمة أما أفلام وتظهر عقب شهر ولا ما تظهر، يقول لك وليست مثل تلك التي طبعا نختالها حينما نصل عندها ونتخطاها بعدها طبعا نرمح القاع. هذه تتعامل بطريقة ذكية ويمكن أن تكتشف تلاعبك وطرق احتيالك ولا تصدق تخفيفك السرعة عندها. يقول لك تتعبك تتبعك حتى مكان بعيد، وبعضهم يقول حتى أنها تصور الذي يتكلم في النقالة والذي لا يربط حزام الأمان، يعني تتكلم في التليفون وتسوي عمرك أنك تحك عليه باك، هذا ما يمشي عليها. تشبك الحزام من سند الكرسي عشان ما تتكسف الكندورة ولا تضيع كوية الغترة. روح العب غيره، يقول أجهزة كاشفة للرادار تشترونها يوم تروحون أمريكا ولا عبر الأنترنت، تعطلها في نطاق حزام كيلومتر مربع. فريق الشرطة من نجوم الرادارات الجدد هو الفريق الرابح الذي يمكن أن ينزل الشارع ويحدث الفرق، والفريق الذي تربح به العب به. لذا أعتقد يقول لك أنهم سيتعاقدون مع كوكبة أخرى جديدة من هؤلاء اللاعبين في شوارعنا، بس بصراحة 15 رادارا دفعة واحدة منصوبة في شوارعنا معناه شيء واحد، أنكم تموا وقروا في بيوت وقروا عفوا تموا وقروا في بيوتكم ولا تظهرون برا. هذا الأستاذ ناصر الظهري. بالفعل يعني صارت نقلة نوعية حتى في شكل الرادارات، صارت أشكال حلوة تميزات وغير شكل، لا ولت الأمور هذه خالي، يابو لك القناص يابو لك الله بسمه، بس بعد لا زالت بعض
يعني في الشرطة، حتى الشرطة يقول لك منفات قديم متاح، يعني عندهم الرادار هذا الصغيروني هاللي ينصبونه بعده موجود هذا، بس شكله ما يأهله حداثة اللي موجودة في الإمارات يعني. بس المهم يدي الغرض يعني، يصورك في النهاية. صدق قبل ما في، قبل في فيلم زين شنو طلعون الفيلم هذا، الحين ما في فيلم يا طويل الأمر. لا هو فيلم في الشرطة هناك أظني، الحين أظني بلا بلا الحين ما يأخذ الله باسمه، ما مشبوك ويا على الشبكة خالي أظني، ما أدري يعني يصير هناك ويبطل ويشبك يأخذ ما أظني. بنسأل يعني، بنسأل كيف يستخرجون الله باسمه. محمد بن راشد يشارك في القمة الحكومية 11 و12 فبراير في حوار مفتوح للإجابة على أسئلة تتعلق برؤية سموه لمسيرة العمل الحكومي، ويدعو المواطنين والإعلاميين لإرسال أسئلتهم من اليوم لسموه عبر موقعه الإلكتروني أي برق الإمارات. زين الله يجزي خير، اللي عنده أسئلة يبرزها من الحين. هذا يقول الله يسامحك أدارش رسالة وما تقرأها، ويطول العمر بعدني ما قريت رسائل أحين فالك. طيب أوقات ربعت خالي تيمع عن وايد، لكن فالك طيب معلش. شنديكا اي شنديكا شو عندك يا شندريكا؟ هذه بال ما ادري من وين شندريكا، اساله من وين شندريكا. سعيد جدا تقول ان شاء الله دائما سعيد يا شندريكا، اساله من وين شندريكا. قول انت طبعا ها معلش، في كثيرين اللي عنده رساله يبغى يوصلها للشيوخ للشيخات وما بعن طريقنا، الله يطول لي عمركم الحين، ما هاي ما بشغلتنا الله يخليكم. إيه بإمكانك عند مكاتبها بإمكانك أو بإمكانك إنكم تتواصلون ياهم. هذا سؤالي يقول عن تقاطع الشيخ خليفة في عمان، وايد مستعيل، شفت كيف استعيلت الأمر. الساعة 1 في الليل خلني أشوفك هناك عند الجسر خالي الليل إن شاء الله. من كيرلا شندريكا، من كيرلا وين تعرف عربي؟ لا وين تعرف عربي زي حق منو مطرشتنا الرسالة هي؟ اقول له وين تعرف عربي؟ قال لي بالانجليزي. ترى انا شوف بالانجليزي عمي وياك، انا أشوف الرسالة إنها بالإنجليزي أنا. الله يهديك أنت، يعني كاتبتنا عربي يعني مترجمة. ها يقول السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أول من أمس يقول حد تكلم عن السائقين والبشاكير في دول تستخدم سائقين وخدم من نفس مواطنين الدولة، هاي يعني عندهم يحتاجون هني بطرانين. ليش ما نجرب بعض المقيمين مثل البدون مثلا، بيكونون فعالين بالمجتمع بدال ما يكونون عبء على الدولة، بيكونون ثقة أكثر وأقل تكلفة، بس يستحدثون نظام تسجيل وزارة العمل لتسجيلهم نظاميا خالي بالأمن. أول شيء الحين بدون ما فيه، هذا أول شيء معلومك يعني، إذا ما عندك وثيقة أنت ما في، ما تعتبر مخالف لقانون الإقامة وشؤون الأجانب، لازم يكون عندك وثيقة. بعدين ما في بدون، ألغي شيء اسمه بدون يا طويل العمر. ثاني شيء يا طويل العمر ما ظني يشتغلون. أي أيش المرة قبل كم من سنة اتصل فينا واحد يسأل الله خير، وقال أنا في اللي بدون وكذا وهذا وأبغى شغل. أي شغل بشتغل؟ لا إن شاء الله إذا حصلنا حد بشغل فالك طيب.
قال اتصال مكتب احد شيوخ جزاه الله خير. ف قلنا ان شاء الله، قال ريال رقم اوطر شو، قلنا ان شاء الله فارق. طيب طرشنا له رقم ريال وتواصلوا وياه جزاهم الله خير. يوم عدى بالباشر ولا متصل لي تليفون، قال لي اخوي علي مطرشن انت ما يبغى الله باسمك. قلت له شو؟ قال لي يبغى يشتغل مدير. ليش؟ بدون وما عنده شهاده ويبغى يشتغل مدير. قال قلت له ليش؟ قال قلنا له سائق. قال لا انا اشتغل سائق. فخلق الله الحمد لله رب العالمين في الامارات طويل العمر، خلى على الله. اللهم لك الحمد والشكر، اللهم لك الحمد والشكر. خلنا على هنودنا والباكستانيين، ما لنا خير الا خالي. تفتن علي وافتن عليك خالي، هاي لك بيضربونك اخر شيء طويل العمر. والله ان قلت له شيء لخك طراك. خالي خلنا على هنودنا نفاتن عليهم ونضربهم وما يقولون شيء. اي وزخه بذنيه وتعطي طراك ويرتقل يوم يشوفك. اي الهندي لو ملياردير يومي عندك يرتجف اذا يشوف المواطن، ما ادري ليش. كلنا مستي وارباب، هيك المره يا واحد كسوره يحب ريولنا طلع ملياردير. اي مثل السرنا ودي واحد عزمنا واحد من الشباب الله يجزي خير، واحد من ما بدون ذكر اسماء عازم يعني دبلوماسيين، ومن ضمن الدبلوماسيين اللي موجودين السفير الامريكي وعازم السفير التايلندي. يوم يا يسوي لنا كذا تقول بشكار، قلنا له انت سفير لا تسوي لنا كذا، حاط يدي ويسوي لنا كنا مستي. قلنا ما يسوونها في تايلند الفقره بعد سفرة سو ترى نظام عندهم كلهم كذا، ما بالله الله باسمه. فخلنا عليهم هاي له خالي عارفين لنا وعارفين اخير خالي. هني يقول يا طويل العمر أحب أشكر الأستاذة نورة النومان ونعم الحرمة جزاها الله خير، مديرة إدارة خدمة العملاء في كهرباء الشارجة على أخلاقها العالية ومراعاة المواطنين وتيسير الأمور عليهم. خالد الكعبي، مشكور يا خالد الكعبي ونورة بنت النومان حرمة والنعم، والكل يشكر عليها جزاها الله خير. يعني هذا ما عهدناه في أبناء وبنات الإمارات كلهم جزاهم الله خير. ليش محطات إبكو وإينوك في الشارجة مسكرات؟ طويل العمر ترى ما شيء بترول، قاموا ما يبيعون بترول. قالك ما دام ما تبيعون بترول انتم فاتحين اصلا تبيعون بترول، خليكم بقالات، ايش حقه؟ سووا رخصه بقاله وتم. بندوا يا طويل العمر. اي المجلس التنفيذي في الشارجه اتخذ قرار. والله يعني وهذا المفروض، لانك انت الان محطه بترول، محطه بترول يبكوا هذا تفتضح يوم يجي واحد غريب يتفاجئ. والله ما نبي ما نبيع بترول الحين، سوبر ماركت. يبيعون حطب قاموا بشتاء. اي والله قاموا يبيعون حطب. حطب وغاز. عين في الحبت فيش تبعتوا حطب وغاز في القيض، شو بتبيعون؟ آيس كريم. عندهم آيس كريم هي. اشترونا مراوح صينية مال سوق صيني يا مرادات. بايعون أيام في القيض. هنشتري الحق الدبش. أيضا يقول لك أنا خالي. معلش انا اسف جدا صراحه، والله ما اقدر، اسمحوا لي. اي اتصل لي بعد البرنامج؟ لا خالي ما اتصل في حد، ما اعرفه ما اتصل فيه. اتصل فيه اتصل واتكلم يا ناس اعرفه، لكن واحد ما اعرفه اتصل لي لا خالي. جابهتني مشاكل كثيره خالي، فخلني في حالي احسن لي. بعد الشغله مش يدي في الادار. الله يسامحك يقول كل يوم اطرش رساله وما تقراها. وين رساله؟ ما جالس اقرا رسائل طويل العمر الحين. ان شاء الله الله يسامحني يا رب العالمين، جزاك الله خير ان دعيت لي ان الله يسامحني. ها خالي اتصال فالك. طيب زين نائب القائد اخوي.
ما يمشون الله بسمه. موجود الشيخ سلطان بن عبد الله العميد، الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي نائب القائد العام لشرطة عجمان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أبو محمد. عليكم السلام. صباحك الله بخير، كيف الحالة؟ صباح الخير والنور، الله يسلمك. العيال والعيال كلهم خير إن شاء الله. كلهم خير، حالكم؟ الله يطول لي عمرك خليك الشيخ، الله يعزك، الله يطول لي عمرك. يطول عمرك، الله يسلمك. أول شيء نشكركم على المجهود الكبير اللي تبذلونه، جزاكم الله خير. وأيضا نبارك لكم يوم أمس بمناسبة طبعا تكريم كل الضباط والشرطة، جزاكم الله خير. وأيضا بحضور سيدي صاحب السمو حاكم الإمارة وولي عهد الأمين، وأيضا كثيرين، وزير الداخلية جزاه الله خير، حضور وزير الداخلية ثمن لها الدور الكبير، وأيضا المجهود الكبير اللي بذلتوه لإنجاح هذا الاحتفال وظهوره بهذا المظهر اللائق والجميل، كان طبعا الأثر الكبير في أنفس الناس المشاركين في هذا الاحتفال، وأيضا اللي شافوا الاحتفال بشكل عام. نشكركم جزيل الشكر، نتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله. الله يطول عمرك أبو راشد. في الحقيقة يوم عمان للتمييز الشرطي، هذا كرنفال يقام للسنة الثالثة في إمارة عمان، ونحن طبعا نتشرف بأن سيدي صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان يشرفنا كل سنة بحضور الاحتفال وتقليد الأوسمة والميداليات للضباط، وبعد تشريف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي العهد، وبعد الشيخ سيف للمرة الثانية، الفريق سيدي سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والأخوة سواء الوزراء والضباط والقيادات الشرطية اللي يشرفون الحفل سنويا. هذا طبعا نحن نفرح بأن نكرم سواء وزراء الداخلية السابقين أو قيادات الشرطة السابقين على مستوى الدولة، ونرد بعض من الجميل اللي يحرص عليه صاحب السمو الحاكم بأن هذه الأخوان لابد أن يذكرون، لأنهم كان لهم أسس كبيرة في ترثيه وتقوية الأمن في الإمارات بكل وحداته وكل قياداته على مستوى الدولة. وطبعا نحن بعد ما ننسى القيادات الحالية اللي موجودة اللي ساهمت في تطوير أداء وزارة الداخلية وارتقت في أداء وزارة الداخلية، خاصة اليوم وزارة الداخلية تحصد الكثير من الجوائز على مستوى الإمارات بجائزة سيدي صاحب السمو رئيس الدولة جائزة الإمارات. هذا كله بفضل القيادات اللي موجودة الحين واللي في الحقيقة تشتغل بموجب استراتيجيات موضوعة وزارة الداخلية. فطبعا أنا أقول هنيئا لكل الضباط اللي تكرموا، هنيئا لكل الضباط اللي تواجدوا. نحن طبعا ما ننسى صف الضباط والأفراد، نحن عقب أسبوعين عندنا بعد حفل لفئات صف الضباط والأفراد، سعادة القائد العام بيقوم بتكريمهم بنفس الأوسمة ونفس الميداليات. وما بننسى إن شاء الله أي حد، وهذا حافز كبير للجميع أنه يطور من مستواه ويشوف أنه القيادة الرشيدة تقوم بتكريم القيادات، وهذا مثال نحن نحتذي به، وهم طبعا توجيهنا وطب لهذا التكريم. وطبعا نحن اليوم سعداء نحن نسمع الإشادة من صاحب السمو الحاكم وسمو ولي العهد وسمو وزير الداخلية على نجاح الاحتفال وعلى التنظيم اللي كان فيه أمس. وطبعا بعد أنا ما أنسى أن أشكركم أنتم سواء تلفزيون وإذاعة عمان من خلال النقل المباشر اللي وصلت الصورة للمستمعين والمشاهدين، والنقل الحي والمجهود الجبار اللي قاموا به الإخوان سواء المخرجين أو المعدين اللي يتواجدوا والمصورين في الحفل. لا بالعكس، هذا واجبنا يا طويل العمر، وانتم دائما جزاكم الله خير ايضا متعاونين معنا، ودائما نعمل لما فيه المصلحه للبلد والمواطنين والمقيمين في هذا البلد. طيب الله يطول عمرك، الله يسلمك ويرحمك. الحقيقه ثاني، نعم. الحقيقه الموضوع الثاني اللي انا بغيت ادخل فيه، نعم، موضوع تقاطع الشيخ خليفه اللي هو تقاطع الحميديه وجسر الحميديه ما يسمى سابقا. نعم طبعا هذا المشروع الجبار اللي من مبادره سيدي صاحب سمو رئيس الدوله واللي الحين كمل قرابة السنتين على إنشاءه، وكانت تحويله يعني وايد سلسة وانسيابية وحققت المرجو منها في خلال السنتين. الحين نحن طبعا اليوم تقرر بعد منتصف الليل بيصير عملية فتح لهذا التقاطع الكبير والغاء تحويله وإعادة الشارع مثل ما كان بالصورة الجديدة بموجب الصورة اللي صارت. طبعا نحن الأخوان الضباط سواء مدير إدارة المرور أو ضباط المرور الحين في اجتماع مع مهندسين البلدية يوضعون خطة رفع الحواجز بالطريقة المناسبة والتوقيت المناسب بعد منتصف الليل. فنحن نقول في البداية الأخوة اللي بيكونون في منتصف الليل بيمروا في المنطقة يلزمون الحيطة والحذر إلى أن الدوريات مع المختصين ترفع هذه الحواجز وتعيد حركة السير، لأن هذا بيحتاج لبعد وقت هم يشتغلون فيه ساعة أو ساعتين أو أكثر إلين ينجزون يشلون الحواجز، على الأقل نقول بطريقة حوالي 90% لين نحل موضوع نحن إعادة التحويلة
وتحويل حركة السير للجسر. نعم. من باكر الصبح طبعا في توجيهات للدوريات بأنهم يكونوا متواجدين في مناطق قريبة للجسر. نحن نضمن الأخوان السائقين ونركزنا خلال زيارتنا نحن كضباط شرطة رصدنا الجسر أكثر مرة وعيناه ورصدناه مع اللجنة المرورية وحطينا ملاحظاتنا على أساس أن السائقين والأخوان اللي بيمرون في الشارع ما يتفاجئون بقصور في أي شيء معين سواء لوحات تحديد السرعة أو الخطوط الصفراء أو الشخصات المرورية الثانية اللي توجه أو اللوحات اللي فيها الأسماء وتحويلات الشوارع. الحمد لله الشركة المنفذة بالتعاون مع البلدية قاموا بهالدور وأكملوه، وكان موضوع الإنارة والحمد لله اليوم الإنارة أعتقد اشتغلت والأمور كلها واضحة. نحن طبعا كشرطة الإخوان المهندسين عندنا في العمليات هنا ياسين يركبون بعض الكاميرات كاميرات اللي طبعا لمراقبة الطريق. نحن نقصد ما في غرفة العمليات ما برادارات يعني. لا ما برادارات، نحن نقول ما في رادارات في الجسر عشان ما زي غناك حسبوا احنا ياسين نصدم هاي الكاميرات. لا قدر الله لو صار اختناق لو صار حادث كذا من غرفة العمليات يشوفون الحدث. بس نحن ما بنبعد عن الرادارات لو حسينا ان في سرعة. رادار ممكن ينحط في اي وقت، عندنا رادارات متنقلة، بس ما نبغى نوصل المكان. الجسر طبعا فيه لفات وفيه انحناءات. نعم. انا اتمنى من الناس باكر يبتدون بعمليه مرور حذر في الجسر الى الناس تتعود لان تتعود. نعم صدق. نعم حتى بالنسبه لطويل العمر بعض التقاطعات تعرف ليه هو تقاطع المرور القديم هني وبعض. نعم. التقاطع اللي قبل اول ما انفتحت في بعض الاخوان قاموا يطلعون عكس السير وكذا ما يعرفون، فالواحد لازم يتأنى في هذا المكان. نعم نحن نبغى الحيطه والحذر، نبغى التقيد بالسرعات. طبعا السرعات نازله من كل الأطراف من 80 إلى 60 كيلو في المنطقة المحيطة، في 60 كيلو أعتقد مناسبة إلى الناس تعبر. ممكن في البداية تصير ربكة أول يومين اختناقات مرورية بسيطة سواء جهة تقاطع الصناعية والنعيمية أو الاتجاه هني تقاطع مشيرف اللي هو تقاطع السدي. نحن متوقعين إلى الناس يتعودون عقب روحهم يعدلون حركة السير. على العموم الدوريات أو رقبة السير بيكونون على مدار الساعة موجودين قراب للتقاطعات، حل أي اختناقات تصير، أي شيء طارئ لا قدر الله أنت حوادث. نتمنى بالحقيقة أنا أتمنى أن ما تصير حوادث في المكان هذا على أساس ما يصير تسكير حارة أو تسكير جزء من الشارع. فهذا اللي بغيت أنبه الأخوان الناس، وأنا أبارك طبعا للجميع جميع الأهالي وجميع السكان اللي في إمارة إيمان بأن هذا المشروع الحيوي بعد أنهم ما صبروا هالسنتين الحمد لله يرى النور إن شاء الله. طبعا المشاريع الثانية اللي هي التحويل اللي حين تشتغل فيها يشتغلون فيها الأخوان البلدية تقاطع مشيرف مثل ما تفضل سيدي سمو الشيخ عمار قبل يومين أثناء اللقاء وياه. نعم. وبعد في خطط بالنسبة للمية وتقاطع الصناعية لإنشاء جسور، وهي قيد الدراسة ما بين البلدية وما بين اللجنة المرورية هني، وإن شاء الله بعد بترى النور قريب والناس إن شاء الله بيكونوا مسرورين. ونحن طبعا واجبنا يحتم علينا أن نكون في خدمة الناس وخدمة مرتادين هاي الطرق، خدمة أفراد المجتمع بنتواجد في هالمكان إلى أن نشوف الأمور تمشي بصورة طيبة. ونتمنى إذا حد عنده أي ملاحظات أو شاف أي شيء عنده اقتراحات نحن الموقع الإلكتروني موجود، ممكن يرسل لنا أي إيميل على الموقع الإلكتروني ونحن جاهزين لأن نتقبل أي اقتراحات بخصوص هذا المشروع. الله يجزيكم خير، مشكور يا طويل العمر الشيخ العميد الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي، أشكرك جزيل الشكر نائب قائد العام للشرطة العجمان، أتمنى لكم كل التوفيق يا طويل العمر. الله يطول العمر. ومرة ثانية نبارك لكم على التميز لي طبعا يوم عجمان للتميز الشرطي، مشكورين. الله يسلمك. حياك الله يا طويل. يا أهلا وسهلا فيك. نتواصل معكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل، ابقوا معنا. أجدد لكم التحية مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام من خلال راديو رابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة من عجمان، ونتواصل معكم ونتواصل أيضا مع اتصالاتكم الهاتفية على هاتفنا رقم 600-55-16-10. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ألو. عليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا راشد. يا هلا أبوي. كيف الحال أبوي؟ الله يعزك. شو أخبارك؟ شو أنا طيب؟ الحمد لله رب العالمين. طول العمر أنا ما أطول عليك، عندي موضوع شكوى على مستشفى جبل الجيرة. جبل الجيرة. نعم. خلى ملاحظة خالي. يا أخوي والله العظيم أكثر عن مرة ينهم هذا المستشفى بس ما منه فايدة. ليش أخوي؟ ذاك اليوم والله العظيم ينهم الساعة 12 وحدة في الليل. والله العظيم ولد دكتورة في قسم التوليد. قسم الولادة أنت عندك. قسم الولادة في دبا. زين. دكتورة. قلت لهم يجيبوا لنا دكتورة سووا تروون لدكتورة. والله العظيم ساعة ساعة ونص لين وصلت دكتورة. أنا بقول وين ساكنة هاي؟ قالوا الدكتورة تم على اتصال طول الليل. الدكتورة على اتصال إذا حد يزقرونه. يعني شو المستشفى الحين كامل في ما حد في دكتورة؟
إيه بس على اتصال أخوي إذا موجود يوني. اتصال ساعة ونص يا براشد. إذا موجود عفوا إذا حد موجود إذا حد يباها تسوي له تليفون قريبة بتكون يعني. يعني الحين واحد بين الحياة والموت حرمة بتولد بتربي ترى ساعة ونص. بس يمكن هي تداوم يا طويل العمر وهذا يوم الاتصال يجيبونه. والله يعني هذا زيادة على الشغلة. زين طويل العمر شو موضوعك الرئيسي؟ راجعت المدير ذاك اليوم وقال لي روح أنا بسوي شكوى بطلب الدكتورة اللي كانت مداومة ذاك اليوم. زين بخصوص شو خالي؟ بخصوص هاي إنها ما كانت موجودة في الليل. بس ما كانت موجودة في الليل على اتصال يعني. هذاك من فترة واليوم طول عمرك جاي بنفس الشيء جاي بالحرمة. نعم. سير طعمك المستشفى الصباحي، المستشفى الصباحي قالوا لي زحمة عندنا فل، سير الطواري، الحرمة كانت تعبانة، صيح متوجعة. زين. طعمك الطواري، الطواري ردونا قال ما نسوي لك شيء، ما عندنا شيء، سير المستشفى الصباحي. ومن مكان لمكان يردونا من مكان لمكان. ساعة كم جايين مخالي؟ ساعة يمكن 9:30. 9:30 المساء. اليوم الصبح. الصبح اليوم. اليوم. اليوم الصبح. اليوم الصبح ساعة 9:30 جايينهم، جيتهم اول شيء الصباحي قالوا لي سير الطوارئ عندنا زحمة. زين. سيرت الطوارئ طبعا قالوا لي رد ما عندنا شيء احنا بس نستقبل الحوادث او ايش اسمه. زين هذا هو الطوارئ يستقبلون الحوادث صح. زين. زين هناك المستشفى الصباحي طرشوني هناك. رديت مرة ثانية عند الصباحي اعطوني رقم 36. يعني الحين الحرمة تصيح. شيء فيها متويعة 36. ترى في ناس في واحد ميت الحين ترى لا معلش طويل العمر معلش ترى في ناس قبلك الله يخليك اوكي على عين والراس بس هي في ناس في معلش في ناس لا لو هي حالتها طارئه معلش طويل العمر لو حالتها طارئه بيستقبلون هناك في الطوارئ الله يخليك اخوي ما والله العظيم ما طاعوا يا براشد لا لو حالتها معلش شافوا حالتها ما بطارئه طويل العمر معلش هناك طويل العمر معلش مش انا المريض اللي احدد حالتي طائره هم المستشفى طارئه ولا لا هم المستشفى اللي يحددون يا طويل العمر يوم يصير المستشفى الان تطويل عمرهم يحددون يشوفون حالتك اذا طارئه بالعكس يستقبلونها في الطوارئ يا ابو راشد والله العظيم ما سووا شيء قالوا احنا ما بدي شيء انا دكتور هاي حرمه ما بكشف عليها شلها هناك مره على طول قال يعني على اي اساس الحرمه الصبح اضطرشني من المستشفى الصباحي لين الطوارئ يوم انا وصلت الان متواصل يا مدير مستشفى عبد الله الكعبي مدير مستشفى فارق طيب اسمعنا الان اسمع شو بيقول ان شاء الله فارق طيب فارق طيب ان شاء الله حياك الله طول عمرك يا اهلا وسهلا فيك شوف لنا عبد الله الكعبي الله يطول لي عمرك مدير مستشفى دبل فجيره ريال كم مره مكلمين ريال ونعم جزاه الله خير ما يقصر متعاون ويتواصل دائما ويا وسائل الاعلام سوق الجمعه وصل دبا اصبر عليه يا طويل العمر بيعدي دبا بيوصل 6 سنتر لي في الفجيره اصبر شوي اذا ما وصل 6 سنتر لي في الفجيره ووصل الزيد من الصوب هذا اعطيك لي دبا اصبر عليه اي حد لنا ملا اليبل شوي والصوب هذا الوادي بعد ولا لا كان من زمان خالي اي شوف ان شاء الله بالاتصال بالاستاذ عبد الله الكعبي مدير مستشفى دبا الفجيره زين السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته استاذ عبد الله الكعبي وعليكم السلام يا مرحبا راشد والله يا طويل العمر انت رجل تخجلنا بتواصلك وتواضعك ونحن دائما نزعجك اسمح لنا ربي يخليك طال عمرك كلنا في خدمه الوطن طال عمرك الله يعزك الله يعزك طويل العمر اتصل لي احد الاخوان يقول راجع بالنسبه للدكتوره يقول جينا مره في الليل لا لو الدكتوره ما موجوده بس على الاتصال يعني تتصلون له وتي اذا كان في عندكم بالنسبه للولاده نعم بالموضوع الثاني على اساس اعطيك الموضوع مره واحده عشان ما اعطلك الموضوع الثاني يقول يا اليوم طويل العمر الساعه 9:30 الصبح وقال لما انا عندي حاله طارئه قالوا الحاله طارئه سر الحوادث صار الحوادث طويل العمر قالوا لا ما نعالج كنت ارجع سر عند رجعت هناك يقول اعطوني رقم 36 يعني اتريا 36 مريض ودش فما يعني انا صراحه مش انا اللي احدد كمريض احدد الحاله الطارئه اللي يحدد الحاله الطارئه المستشفى انتوا اللي تحددون والاطباء طال عمرك اللي تفضل طويل العمر الان السؤالين عندك وتفضل انت على الاجابه ان شاء الله بالنسبه طال عمرك لتحديد الحاله الطارئه نعم. تحدد عن طريق الطبيب المعالج اللي موجود في قسم الطوارئ هو اللي يحدد هذه الحالة طارئة أو حالة ممكن أنها تعالج في العيادات الصباحية ممكن أنها تنتظر الموعد ممكن تأخذ موعد سابق
فنحن قسم الطوارئ حاليا دعمنا المستشفى بعدد اطباء جدد، اصبحنا الفتره المسائيه عباره عن طبيبين، فالسابق كان عندنا طبيب واحد، حاليا عندنا طبيبين. هذا بالنسبه للحوادث. بالنسبه للحوادث المستشفى دبا بعد نتميز ان عندنا عيادتين، عياده صباحيه وعياده مسائيه، اللي هي من الساعه 5 للساعه 9 يوميا، مع ايام مع العطل الرسميه، مع نهاية الأسبوع يوم الجمعة يوم السبت عيادتنا شغالة العيادة المسائية. نعم. فطال عمري هذا المشتكي على عيننا ورأسنا، نحن حاضرين نبحث في شكوى، ولكن بالأخير نحترم رأي الطبيب اللي قدر أن هذه الحالة حالة غير طارئة وممكن أنها تعالج وتأخذ وقتها في الانتظار من خلال العيادات تنتظر يا الناس يعني العادية. طال عمرك براشد، من خلال العيادات وجود دكاترة متخصصين استشاريين في الحالة اللي هو ممكن يعني أخير عن الطبيب العام مثلا، لأن لو حالة مستعجلة بيعالج الطبيب العام. نعم صحيح. نعم طال عمرك ثانيا عندنا التراياج، عندنا في الحوادث قسم فرز الحالات من ممرضات متخصصات، هم يحددوا الحالة قبل لا تدخل للطبيب، أن هل هذه الحالة مستعجلة أو هل الحالة هذا ممكن تنتظر وجود الطبيب اللي موجود في الحوادث. نعم. فنحن يعني إذا أنه كان هذا المريض بس أنه مجرد أنه العدد كبير في العيادة، فطبعا المريض لابد انه يتحمل انه جاي المستشفى في مرضى غيره بعد موجودين عند نعم الطبيب. نعم نعم صحيح. وما في اولويات في هذا، في اولويات للحوادث، ولكن بالنسبه للمراجعين العاديين ما في اولويات، انا جيت على حسب الرقم اللي عندي، هذا المتعارف عليه في كل مكان طويل العمر. اما بالنسبه لقسم الولاده عندنا دكتوره مقيمه يعني 24 ساعه موجوده في المستشفى. ها موجودة في المستشفى. موجودة في المستشفى، وإذا حاجوا للاستشارية يتم استدعاء الاستشارية عن طريق الاتصال. أما الأخصائية اللي تشوف الحالة وتقوم بعملية التوليد العادية متواجدة 24 ساعة في المستشفى. كم طبيب عندكم في الولادة للتوليد؟ عندنا طال عمرك حاليا 7 طبيبات. ما شاء الله. نعم. 7 طبيبات. نعم. لو تذكر براشد المرة الأولى اللي كلمتي كان عندنا طبيبتين. نعم أتذكر. نعم الله يجزيك خير. الحمد لله. الحين عندنا 7، وبعد جاري تعيين 3 إن شاء الله. ما شاء الله ما شاء الله، الله يزيدهم بالخير إن شاء الله. 3 طبيبات يعني تحت الإجراء تعيينهم. الله يزيدهم بالخير إن شاء الله. ربي يخليك. الله يطول لي عمرك. مشكور يا طويل. ونشكر إذاعتكم ونشكر قيادتنا في وزارة الصحة. لا بالعكس يا طويل. هذا طال عمرك الوظائف كلها من مبادرات رئيس الدولة. اللهم لك الحمد والشكر. اللهم لك. على فكرة أستاذ عبد الله يعني كلامنا وياك ما من زمان، يوم تقول لي عندنا طبيبتين ترى. هذا الكلام قريب يعني ما من زمان وايد، فشوف الحمد لله على نهاية السنة الحمد لله رب العالمين، والآن بعد زادن 5 والآن بعد بتيبون 3 تعينون 3 زيادة الحمد لله، يعني في تطور اللهم لك الحمد والشكر لله الحمد. حكومة أمام قصرة وقيادتنا في وزارة الصحة أمام قصرة، لكن نبغى شوي المرضى يتحملونا إن شاء الله. كان كل من يحترم موعده ويحترم بالضبط هذا الكلام. نعم صحيح. يتقيدوا في مواعيدهم يحترموا مواعيدهم. نعم صحيح صحيح صحيح. الله يجزيك خير الله يجزيك خير. شاكر لك جدا ونشكر لك أيضا سعة صدرك وتعاملك الراقي مع كل الموجودين، وتعرف أنت بعد أهالي هذه المناطق شوية يعني عندهم بعض الأمور حساسة، ولكن أنت تتعامل مع كل الأمور بدبلوماسية. جزاك الله خير وتحتوي كل المشاكل. الله يجزيك خير. نحن في موقع عملنا كل من موجود خدمة المواطن. الله يجزيك خير. لا الكل يشيد بتعاملك الراقي والأخلاقي. جزاك الله خير. مهما قدمنا من خدمة منظل مقصرين بالعكس. فيهم، ولكن لا بالعكس بالعكس السموحة. بالعكس كلهم يثنون عليك وعلى تعاملك الطيب والأخلاقي والراقي. الله يجزيك خير، وهذا ما عهدناه في الناس اللي مثلك وشرواك. مشكور أستاذ عبد الله. مشكور يا طويل العمر. حياك الله سعادة الأستاذ عبد الله الكعبي مدير مستشفى دبا الفجيرة. أشكر جزيل الشكر. مثل ما ذكر يا جماعة الخير الآن أصبحت الأمور، هذا قبلني أنا ويا دش على الدكتور، الآن زادت الناس وأصبحت الأمور خلاص إني أنا لازم أنتظر. نحن متعودين إني عند شيشة البترول للأسف نضايقني، كل مكان نبغي بسرعة 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 في الشارع بسرعة بسرعة بسرعة. لا يا جماعة الخير، حد في المستشفى إذا كانت الحالة طارئة هناك ما بنا اللي يحدد دائما حني. وبعدين في للأسف مرة أنا كنت في المستشفى في الحوادث في عيمان، انزلت الواحد اوكي خاف على المريض اللي وياه، بس ما هو يقول في ناس يملون على الطبيب شو اللي بيسويه، يقولون للدكتور سوي لي كذي. طيب انا دكتور، انت ما تقول لي انا شو اسوي، دكتور حط لي كذا، دكتور عطى ابره كذا، دكتور سوي لي كذا. حتى الدكتور زعل قال لهم تعالوا يا جماعه الخير ممكن تطلعون برا. ايه زعل عليهم قال ممكن تطلعون برا، خلوني اعرف اشتغل، جايب لي مريض ما بنتوا تقولوا لي سوي لي كذي حط لك سوجين. قال لهم انا اللي احدد مو بنتوا تحددون. فبعض اللوادم الله يهديهم صح اني انا عندي مريض وخاف عليه، ولكن انا اترك المجال للاطباء للدكاتره، هم يعرفون شغلهم خلاص هم اصحاب، ما دام وصلت انا هناك يجب ان اثق فيهم.
اخليهم هم يشتغلون، هاي شغلهم ابن نجارين هم. احيانا اقول النجار سوي لي كبت ولا هذا مريض يعني. فنتواصل معكم مستمعينا الكرام بعد هذا الموجز وزميله. هي مرة أخرى مستمعينا الكرام مشاهدينا الكرام خلال راديو الرابع الموجة 107.8 من الإمارات العربية المتحدة، من عجمان نتواصل معكم، ونتواصل أيضا مع اتصالاتكم الهاتفية على هاتفنا رقم 600-551-610. هذه تقول معزومين براشد اليوم على الافتتاح ساعة. نعم قال المهندس أحمد عبد الرزاق الدعوة عامة، أنا ما يقصني الدعوة عامة خلاص يعني ما الله. بس بعدين الحين احنا ناويين يوم بيعرس علي ان شاء الله بنسوي الاحتفال في النفق او على الجسر فوق احسن، بنحط ليتات وهذا ان شاء الله بنطلب. ما بيقصرون الاخوان في البلدية يعني، اذا طلبنا الشيخ راشد في البلدية والاخوان ايضا في دائرة المرور والترخيص، وبنقول بنسكر بعدين بنسوي بعدين مثل ما سووا الافتتاح من الساعة 1 في الليل ما شيء زحمة، احنا بنسوي نفس الشيء بعد. اي ومدعوين يجون بسيارتهم ويوقفون في النفق تحت، يوقفون في النفق والاحتفال فوق إن شاء الله. بس قبل القيض بنحاول نسويه قبل ما يجي القيض يعني شهر 3 زين إن شاء الله. الدعوة عام أبوي لا يبيل عموما، هو ما بيكون فيه افتتاح يعني رسمي وكذا، بيجسمون بارد. نعم أي بيجسمون بارد. لا الله بسمي والله يا طويل العمر زين. هذا لا اللي ضحكني أمس واحد في البلدية يقولها من باب النكتة ما أدري، واحد من الإخوان قال لي والله واحد مقدم عندنا طلب، تخيل شو يبغي. قلت له شو يبغي؟ قال لي يبغي يفتح صندقة على الجسر يبيع شاهي كراكوان على الجسر. بتفتح صندقة خاف الله ما خليت شيء خاط يعني. سولك بعد شو رايك تسوي واحد في الجو حق الطيارات، لان اكثر جو مزدحم هني عندنا في الامارات. فشو تسوي يا ريال؟ خلى على الله، انا اذا بيعطوني بسوي ثلاجه. اي نعم. لا ما بسبيل هاي اللي بتاخذ بفلوس. اي يقول لك زين السلام عليكم. هل تكلم اطول عمر؟ امس انا سمعت واحد بعد، انا اول مره ترى ما ادري عودة مهند هاي الحريم يعرفن. هاجر هاجر لا تقولين ما شفتي، وايد تطالعين التلفزيون لانك داومين في التلفزيون. شفتي عودة مهند؟ اسمه هو عودة مهند ولا كيف اسمه؟ اكيد غادة جاوبت بعد يعرفون الحريم واديهم. المهم اسمع عودة مهند. اي انا ما ادري. المهم انا سامع الخرجي البارحة يطري البارحة أظني واحد أو وحدة متصل، والله نسيت الصبح. المهم بعدني في إرقاد، أنا شو يوم تسمع الخارجي فيك إرقاد صبح توك راش في إرقاد، شو تسوي ما تكون صح صح وهذا. فأظني والله ما أدري اتصال. المهم تحدثت وحدة قالت كيف تلفزيون أو واحد مثلا ما أدري في الاتصال ما بس ما أظني أظني مسج بلا مسج حتى قال بقرأ المسج له على مؤسسة دبي للإعلام بقرأ له الملع أساس عندنا شفافية وكذي وهذا. فيقول قال المسلسل كيف يعرضوني؟ أنا البارحة بالصدفة والله شفت شفت حلقة من الحلقات يعني ما في شيء المسلسل لا ما في شيء عادي يعني ما خراب بس شوي خراب شوي خراب وايد فيه ما طلعوا من اليخت سكارة مهند ويا رفيجي وقال لكم يسيل مرقص بنطاع بنات كذي أشكر عيني عينك. والأمور أصبحت عادية سارة ودشة ويو المرقص مرقص مفتوح في الهواء الطلق وواقفين وشاف أن بنات هناك جالسات على الطاولة قالت حق رفيجة تطالع يطالعي هالشابين اللي دخلوا الحين وشوي شوي يطالعون من بعيد وتعرفوا ها شو تشربون. هم بالبداية قال أنا أشرب وسكي بدون بعد يقول له بس ثلج بدون ماي. قلت الله يعين زمان يوم يقول هات لي جعة كان أحسن يوم يترجمونا يقول هات لي قال بير قال هات لي جعة قلت أرحم بوايد أيام الجعة. أي فالمهم خالي فيقول لك شوية كده ويا عند البنيات مرحبا أهلين وكيف الحال وهذا يعني وخلي كل فيه خالي ما المهم شو تشربون قال ليه البنات يعطونا بعد عادي قال شو يقولون هنا البنات يدخن شيشة صبروا شوي انتو قال لك خالي شو تشرب شو تشربون
قالت لي انت شو؟ قال نحن طالبين ويسكي. قالت لي انا بعد ويسكي. قلت والله شيء لا. وقال لي بعد هات لنا بطل واين، هات لنا ثلاثة. والله بهالطريقة هات لنا ثلاثة ويسكي وهات لنا بطل واين. قلت والله شيء. المهم فعندي يا طويل العمر اصبحت الامور خلاص الان تتحدث عن هذا مثل ما تقول انا اشوفها زمان. الان انت الفضاء ما تقدر تسيطر عليه اول شيء. واعتقد الوكيل مسلسل يعني معروض في قناة محلية ما تعتبر الان، حتى قنواتكم الان لا تعتبرون المحليات. المحلية هيك الايام يوم الاريل يوم تفروا في قناتين وموجودة عندك ما حد يشوفها. الان تعتبر قناة فضائية ويعتبر الفضاء مفتوح الان. يعني تتذكر انت حتى ايام زمان حتى المسلسلات الخليجية الان اصبحت فيها يعني فيها امور كثيرة ما يتعلق بالمشروب وما يتعلق بالغزال والمواعد، امور 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 كثير يعني. فوصلت يعني قبل الحين على هايك الايام وين الله يرحم والله احلى انا اشوفها يعني في حشم شويه قبل وايد. الحين ما في احتشام على ايام. وين المسلسلات الكويتيين اللي عوزونه صدق والله؟ وين مساكين والله الكويتيين قبل كانوا مسلين مسلسلاتهم حلوه وكل فتره. الحين الكويتيين قطعوا عنا المسلسلات، كانوا يبون مسلسلات صراحة ما يخصها. أول وين أيام بوردح وعتيج وهيك أيام درب الزلق وخالتي قماشي وإليكم مع التحية إلى أبي وأمي. كانوا الكويتيين يعني من ناس يعني مثل ما تقول عندهم 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 يعني في الخليج وفي الوطن العربي كانوا الكويتيين. وين المسلسلات المصرية بعد هايك الأيام؟ وين عاد أيام الله يعين ليلى حمادة؟ وين ليلى حمادة خالي؟ راحت زمان وقبر. هي ودلال عبد العزيز وغيره 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 ونوره وما ادري منو. وين هاي المسلسلات ومريم فخر الدين؟ راحت خالي. ما تغيرت الامور قبل حتى الاجنبي غير. مسلسل فيوري الله، الحصان الاسود وستيف وستون. ستيف وستون كان يشوف من بعيد طط 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 وقرب الصوره. ستيفي طلعت هايك يسموها، هي ما بستيفي يسموها ستيفي اللي تسمع من بعيد. فأمورك اختلفت الأوضاع خالي، ما خليها على ربنا. يلا معلش خالي هذه والله يا أم محمد غالي والطلب رخيص. أم محمد صدقيني ما أردك. أم محمد تقول براشد أمس سمعتنا مقطع من المالد واليوم ممكن نسمعه. والله يا أم محمد صراحة أنا مرة ثانية طبعا أشكر سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم إمارة دبي حفظ الله ورعاه على هذه الأناشيد الحلوة وعلى هذا الرد البليغ مثل ما قلنا للإساءة لرسول الله، للناس اللي أساءوا للرسول اللهم صل وسلم عليه رد عليهم من خلال الكلمات الطيبة رد جميل. أيضا نشكر الإخوان معالي وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة بالإنابة وكل القائمين على وزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع جزاهم الله خير على هذا مثل ما تقول الإنتاج الطيب من هذه الأناشيد بالطيبة. سمعنا الله يطول لي عمرك. انزين هذا طيران الإمارات ترعاه 15 جولة فورمولا ألف حول العالم، فورمولا ون عفوا حول العالم من الشيخ أحمد بن سعيد في المؤتمر الصحفي قبل قليل. قال بيرعون طيران الإمارات بترعى 15 جولة للفورمولا ون حول العالم. زين والله طيران الإمارات الواحد الغناء في الأجواء. والبارحة بعد كلام أحمد بن سعيد بعد كلامه طيب البارحة بعد قال كلام أنا سمعته في الأخبار أخبار دبي